الذي يذكر الإمام المهدي ويذكر أهل البيت ويرتبط بأهل البيت، هاي كريمة أهل البيت، نعيش في ظلها وجوارها. واحد شهر ما يروح للحضرة، شهريا ما يروح للحضرة. اللي يعيشون في كربلاء، في النجف، في الكاظمية، في العتبات المقدسة. الوحيد البهبهاني الذي يقال له مجدد الدين، هذا الوحيد البهبهاني عندما كان يأتي إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه في الكشوانية، يعني محل خلع الأحذية، كان يخلع أحذيته ثم يمسح وجهه على أرض الكشوانية على تلك العتبة ويمسح لحيته تذللا وتواضعا أمام مواليه الطاهرين. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم ما كان يبدأ بالتدريس إلا أن يذكر سيد الشهداء أولا، إما هو كان يذكر أو كان يقول لخطيب أن يذكر سيد الشهداء، ثم كان يبدأ. حتى بعد أن صار المرجع الأعلى الشيخ عبد الكريم كان يخرج في مواكب اللطم اللي بعض الأفراد يستنكفون، يخرج في مواكب اللطم ويلطم على صدره وعلى رأسه مثل البقية. كانوا يقال له شيخنا لماذا تفعل هذا العمل؟ كان يقول كل ما عندي إنما هو ببركة سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا التوفيق العظيم، تأسيس هذه الحوزة العظيمة، هذا مو توفيق. كم ألوف الأفراد كانوا مثل الشيخ عبد الكريم ما كان عندهم هذا التوفيق. منين جاءه هذا التوفيق؟ عنده قضية ويا سيد الشهداء، سيد الشهداء استشفع إلى الله سبحانه وتعالى في نجاته من الموت، وله قضية أخرى أيضا عندما طلب من سيد الشهداء من الإمام الحسين أن يصير هو الشيخ عبد الكريم آدمي، في قضية طويلة. هذه مؤثرة.